إلا يؤمن به. على كل حال، لكن معظم المفسرين يؤمنن به أي بعيسى. أنا عندي رأي أيضا لكن المقام يضيق عنه جدا، يؤمنن به بمحمد، وعندي أدلة على هذا، وليس بعيسى ولا بالرفع. بعض منكري عودة المسيح عليه السلام لم يجد ما يبرر به إنكاره إلا بإعادة الضمير في كلمة به، لاحظوا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعيد الضمير في كلمة به إلى القرآن الكريم، بمعنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالقرآن الكريم قبل موته. وهذا الزعم تنقضه الصياغة اللغوية للسياق السابق بشكل جلي. لاحظوا السياق السابق: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ألا يرون بأعينهم كيف أن السياق السابق يتعلق بعيسى عليه السلام دون وجود ولو إشارة للقرآن الكريم في هذا السياق؟ يعني أعتقد أننا أصبحنا نرى بأم أعيننا